اليائس الذي لا يقبل بالهزيمة ولا يتصور نفسه خارج مركز القرار العالمي يفتح احتمالات من نار قد تلتهم أعمدة الديمقراطية الأمريكية. هذا وصف لسلوك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تنعته به صحيفة فاينانشال تايمز وتحذر من خطر كبير يهدد الكيان الإداري الأمريكي إذا ما أصر ترامب على رفض نتائج الانتخابات واستخدم أوراقه الأخيرة لعرقلة تتويج بايدن رئيسا جديدا في البيت الأبيض. تؤكد الصحيفة أن ترامب يبذل جهودا يائسة أكثر من أي وقت مضى لقلب نتائج الانتخابات. محادثة مسربة بين ترامب وأكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا تكشف خفايا جهود قلب الانتخابات، حيث تباحث الرجلان سبل تغيير النتائج بالاعتماد على حجج زائفة والتشبث بنظرية المؤامرة، الأمر الذي لا يبشر بسلاسة الانتقال السلمي للرئاسة. وتزيد من المخاوف سيطرة ثلثي الجمهوريين على الكونغرس، وهو المخول للمصادقة على نتائج الانتخابات. وفي حال امتنع الجمهوريون عن المصادقة، فإن المسيرة السياسية ستدخل في نفق مظلم. وعلاوة على ذلك، يمتلك ترامب بحسب فاينانشال تايمز ورقة إضافية لعرقلة استلام بايدن للسلطة، ألا وهي إعلان الحرب على إيران، وهي خطوة لها مقدمات بدأت تظهر فعليا وظروفها أصبحت مهيئة لإطلاق شرارتها الأولى. شخصية ترامب كما تصفه صحف غربية قريبة من شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم جونغ أون من حيث نمط التفكير والسلطوية الفردية، وتكشف مسيرته في السنين الأربع الماضية عن تعامله مع الإدارة الأمريكية كما أنها شركة مملوكة. ولذلك فإن خسارته للانتخابات يرى فيها هزيمة مرة على المستوى الشخصي ونهاية مشروع فردي سيحاول الدفاع عنه بكل الوسائل، ولو على حساب الإطاحة بأركان الهيكل الديمقراطي.